نكمل يا سابع، رقم 3 من مثال رقم 1. يلا حكينا أول من أهم عملية حسابية في إجراء أولويات العمليات الحسابية إني أوجد ما داخل الأقواس، صح؟ في عندي هون قوس، صح ولا هي شو داخله؟ 5 ناقص 1، إذا بدي أوجد ما داخل الأقواس. 5 ناقص 1، إذا 2 ما إلي فيها، إذا بنزلها زي ما هي. بس قبل شو العملية الحسابية بينها وبين هذا القوس؟ حكينا على طول أو حتى لو ما حطها، إذا ضرب. يلا 5 ناقص 1 قديش يا مس؟ 4 4. بس انتبه، في عند المسألة هذا القوس مرفوع لأس 2، معناته بس أوجد الناتج 5 ناقص 1 اللي هي 4 أطير الأس 2؟ لا، بنزلها زي ما هي. أنا شو اللي طلعت ناتجه يا سامع؟ بس طلعت ناتج 5 ناقص 1. إذا حطيت مكان الخمسة ناقص واحد هيها 4، طب الأسس بنزلها إلها ما إلي، لأن لسه ما أوجدت ناتجها. إذا الأس 2 بطلع، بنزل الأس 2 لناتج ما داخل القوس اللي هو 5 ناقص 1 اللي هو 4، وبنزل الأس زي ما هو اللي هو أس 2، وبكمل مسألة ناقص 7. صارت عندي مسألة جديدة، في عندها ضرب، في عندها أسس، وفي عندها طرح. مين أهم عملية حسابية؟ أيوة الأسس أهم عملية حسابية. إذا بدي أطلع مقدار هذا الأسس، إذا الاثنين بنزلها زي ما هي، وبنزل الضرب زي ما هي لأني لسه ما اشتغلت عليه، وبدي أطلع قيمة الأسس. شو يعني 4 أس 2؟ يعني 4 مضروبة بنفسها مرتين، يعني 4 ضرب 4. كم 4 ضرب 4؟ يعني 16. إذا بحط مكانها، شوفوا 4 أس 2 كلياتها حطيت مكانها 16، وبكمل المسألة ناقص 7. صارت عندي مسألة حسابية فيها ضرب وفيها طرح، مين أهم يا سابع؟ أيوة الضرب هو أهم. إذا بجري أول إشي عملية الضرب، بعدين بطرح. إيش المسألة الموجودة هون؟ 2 ضرب 16. إذا بدي أضرب 2 ضرب 16، نيجي على جنب نضرب 2 ضرب 16. يلا مس 2 ضرب 16 2 ضرب 6 12، 2 باليد 1، 2 بـ1 2 و1 3. إذا صار الناتج 32. الأسفل عطول مكانها نحط 32. إذا بكمل المسألة، إذا 2 ضرب 16 كلياتها راحت، خلص ما بحط ولا إشي منها، شو بضل؟ ناقص 7. إذا ظلت عبارة عندي مسألة حسابية فيها طرح، 32 ناقص 7، 32 ناقص 2 30، 30 ناقص 5 اللي هي عبارة عن 25. إذا بيطلع عندي الجواب 25. يلا يا سابع، افتح لي كتابك على صفحة 50. صفحة 50 في عندي أتحقق من فهمي بناء على المثال اللي حليناه، بس بدي من صفحة 50 أو من أتحقق من فهمي نحل مسألتين بس. بدنا نحل مع بعض رقم 4، وبدنا نحل مع بعض رقم 8 ولا 7. هون فيش عنا 8، راح ناخد 7. إذا راح نحل مع بعض 4 و7. ليش؟ لأنه 4 و5 نفس الفكرة فبنحل 4، و6 و7 نفس الفكرة فبنحل 7. إذا راح ناخد من أتحقق من فهمي بس رقم 4 ورقم 7. يلا نيجي ننقلهم عشان نيجي نحلهم مع بعض. يلا حكينا شو أهم عملية حسابية لازم نجريها؟ القوس. وإذا كان في عندي أكثر من قوس، قوس خارجي وقوس داخلي، حكينا أول إشي لازم أجري القوس الداخلي. يعني شو القوس الخارجي؟ هذا هو القوس الخارجي اللي برا. وشو القوس الداخلي؟ هذا القوس الداخلي، معناته لازم أوجد ناتج هذا القوس الداخلي، بعدين بطلع مقدار القوس الخارجي. معناته 160 ما إلي فيها بنزلها زي ما هي، والقسمة ما إلي فيها بنزلها زي ما هي، والقوس الخارجي 25 هاي اللي برا ما إلي فيها بنزلها زي ما هي، والطرح كمان نفس الإشي. مين اللي بدي أوجد قيمته؟ بس القوس الداخلي اللي هو عبارة عن 7 ناقص 2. يلا يا سابع، 7 ناقص 2 اللي هي عبارة عن 5، نزلتها مكانها يا مس، هيها نزلتها مكانها، وبنزل هذا القوس الخارجي. صارت عبارة عن مسألة حسابية فيها قسمة وفيها قوس، مين أهم؟ بجري برضو مع داخل الأقواس، معناته لازم أطلع مقدار هذا القوس، بعدين بكمل مسألة حسابية. معناته 160 برضو راح أنزلها في مكانها وما أجري أي عملية حسابية تانية، وأوجد مقدار ما داخل هذا القوس. 25 ناقص 5، أيوة بنزلها مكانها وبحط مكانها 20. صارت عبارة عن مسألة حسابية فيها عملية واحدة اللي هي عبارة عن القسمة. يلا بنقسم 160 تقسيم 20، أخذنا عند القسمة بنشطب الصفر، يعني بقدر أشطب صفر من هذا، من مع صفر من هذا العدد، ظلت عندي المسألة الحسابية 16.
16 تقسيم 2. 16 تقسيم 2 يعني إيش العدد اللي بضربه 2 بعطيه 16 اللي هو عبارة عن 8. إذا مقدار المسألة رقم 4 اللي هي عبارة عن 8. نشوف رقم 7 من أتحقق من فهمي ونيجي نحلها مع بعض. يعني 7 في عندي 8، حكينا إيش العملية الحسابية بينها وبين قوس حتى لو ما حطها اللي هي تلقائي، هي عبارة عن ضرب. إذن هاي عبارة عن 8 ضرب ما بين الأقواس 1 ناقص 5 كل القوس أس 2 ناقص 7. حكينا شو أهم عملية حسابية؟ إني أوجد ما داخل القوس. إيش ما داخل القوس؟ 1 ناقص 5. يلا معناته 8 ما إلي فيها بنزلها زي ما هي، والضرب ما إلي فيه، بدي أوجد 1 ناقص 5. 1 ناقص 5 حكينا الإشارات مختلفة، نأخذ إشارة العدد اللي هو الأكبر الخمس اللي هي السالبة ونطرح. إذا سالب 5 ناقص 1 4، إذا 1 ناقص 5 اللي هي عبارة عن سالب 4. بس انتبه إنه في عند القوس كامل مرفوع للأس 2، معناته الناتج السالب 4 لازم أرفعها للأس 2 زي المثال اللي حليناه قبل شوي. إذا بنزل الأس 2 للسالب 4 للجواب، وبنزل ناقص 7 برضو ما أجريت العملية الحسابية. صارت عندي مسألة فيها ضرب، فيها أسس، وفيها طرح. مين أهم؟ أيوة الأسس هي الأهم. ليه شمس؟ إذا تاني عملية حسابية الأسس هي بتكون الأهم. شو يعني سالب 4 أس 2؟ يعني السالب 4 مضروبة بنفسها مرتين، يعني سالب 4 ضرب سالب 4، سالب 4 ضرب سالب 4 اللي هي موجب 16. إذا مكانها راح أحط موجب 16، معناته 8 راح تنزل زي ما هي، الضرب راح ينزل زي ما هو، ومكان السالب 4 قوة 2 راح أحط 16، وبنكمل ناقص 7. صارت عندي مسألة حسابية فيها ضرب وفيها طرح. مين أهم؟ الضرب هو الأهم. إذا بدي أوجد ناتج 8 ضرب 16. يلا 8 ب 6 48، اذا 8 باليد 4، 8 ب 1 8 و 4 12، اذا 128. بننزل ضاير عندي ناقص 7، اذا ضايره المساله حسابيه فيها طرح، بس بنجري عمليه الطرح. 128 ناقص 7 121، وهيك بنكون يا سابع انهينا الجزء الاول من الدرس الثاني اللي بيتحدث عن اولويات العمليات الحسابيه. معناته خلينا نيجي نحدد إيش الواجب البيتي في هذا الدرس. رح يكون الواجب البيتي، يلا افتح لي كتابك، الواجب البيتي في هذا الدرس رقم 1 و 2 و 3 و 4 من صفحة 52 من كتاب الطالب. إذن 1 و 2 و 3 و 4 من صفحة 52 من كتاب الطالب، زائد برضو زائد 1 و 2 و 3 وأربعة من صفحة 16 الموجودة في كتاب تمارين الطالب. إذا كمان 1 و2 و4 3 و4 الموجودة بصفحة 16 من كتاب تمارين الطالب. وهيك بنكون أنهينا الجزء الأول، ويعطيكم ألف عافية.